akan kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilanjutkan dengan salawat badar oleh Ustadz Wahyu Andi Saputra. Kepada Ustadz Wahyu Andi Saputra, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة سلام الله على ياسين حبيب الله. تواصلنا بسم الله وبالهادي رسول الله. وقل لمجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.